صباح الخير، ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازيك تكون منور الدنيا. بنورك والله. ايه المكان الجميل ده؟ ربنا يخليك. ده من زوايا. الله يخليك. طيب عايزين نقول للناس الاول احنا هنا فين. انا هنا في ام ار فورتريد، جمله وقطوع مستلزمات عاديه من الكليه والحفلات والافراح والخطوبه والمناسبات السعيده كلها. احنا هنا في الله يسعد قلبك. ايوه احنا عايزين بقى العنوان. احنا هنا في شبرا الخيمه، اول كوبري مستورد خلف كنتك، خلف بريد الخزف والسين. نوصف طريقه سهله للناس يجوا بيها. هنقول اول كوبري مستورد هيدخلوا من الشارع اللي جنب كنتاكي على طول. اللي جاي مترو ممكن يجي مؤسسه مترو شبرا الخيمه. تمام. واللي جاي دايري نزلت مسترد. دايري نزلت مسترد. بس من المؤسسه هياخدوا عربيه رايحه مسترد. او نزلت مصر الجديده. او ايه؟ مع الدائري. نزلت مصر الجديده من الدائري. مسترد. تمام. انا عايز اقول لكم هو عموما الطريق سهل، انتوا هتوصلوا لاول الكوبري بتاع مسترد الشارع اللي قبل كنتاكي على طول. صح، جنب كنتاكي على طول بالظبط. وانتوا ماشيين في الشارع يعني اول ناصي على ايديكم اليمين، اول فتحه على ايديكم اليمين هتلاقوا ام ار في وشكم على طول. المكان سهل جدا، ما يتوهش، عنده شغل ما شاء الله اللهم بارك حلو قوي. طبعا الفيديو النهارده مخصص لتجار الاونلاين، للناس اللي بيبداوا مشاريع، طبعا لكل ام وكل عروسه. وبصوا كل واحده النهارده عايزه تعمل حفله في بيتها، قريت فاتحه كاتب كتاب، مش قادره تعمل فرح وعايزه تعمل مناسبه في بيتها، بجد النهارده المكان مؤهل لكده، عنده تشكيل جامد جدا جدا، واسعارنا كلها جمله، وهنعرف هيفرق قد ايه للقطاعي. صح يا مصطفى؟ مزبوط. طيب هنبدا من فين؟ هنبدا هنا من الشمع الالكتروني. تمام. ده كده هنقول بالعلبه ولا هنقول بالقطعه؟ العلبه بقى 20 قطعه ب 66 جنيه و 60 و 72 جنيه. يعني 66 و60 على حسب الحجم، يعني اصغر يعني حجم 2 و2.5 و3. تمام ما شاء الله. بص هو طبعا الشمع بيقعد يدي انوار كده وبيغير كل شويه اهي كده. تمام. طيب احنا عندنا شحن، عندنا شحن وتوصيل لجميع المحافظات، لجميع المحافظات وجوه القاهره والجيزه والحاجات دي برضه. مصر. تمام تمام ما شاء الله. طيب ايه تاني عندنا؟ برضه هنا الشمع الورد اللي بتلف وتعمل موسيقى. عندنا بقى بص الورده دي تحفه دي. طب افتح لنا واحده كده. بصوا دي ورده هي بتحط على التورته عموما صح ولا ليها حاجات تانية تحط عليها؟ بصوا هنا الوان بقى، اللي فوق زي اللي تحت ولا دي حاجه ودي حاجه؟ اللي فوق بتلف. تمام. بصوا اهي هي بتحط على التورته وبتولعيها وهي تولع وتشتغل لوحدها. ليها حجاره او حاجه؟ هي فيها جهاز بيعمل موسيقى. هي فيها يعني ليها حجاره ولا هي مجرد ما تولع خالص الموضوع؟ حلو قوي الموضوع ده. طب دي بكام؟ ديت عامله 16 جنيه. 16 ما شاء الله، جميله جدا، في الوان كتير، في اللي فوق دي كمان منها بتلف، اللي بتلف في فرق سعر عامله 19 جنيه طبعا. 19 دي اسعار جمله. يفرق قد ايه الجمله للقطاعي؟ من 3 ل 5 جنيه. من 3 ل 5 جنيه حتى ل 4 حتى ل 5. هو الجمله بيبدا من كام قطعه؟ للناس اللي شغاله اونلاين وعندهم محلات وعندهم معارض وكده عادي، بتبدا معاهم من ربع دست، من نص دست، من دست. يعني اقول الجمله من 3 قطع. طب تمام حلو قوي. انا كده كده ما بتكلمش طالما جمله وشغال معانا وجاي بيشكل من كل حاجه بالظبط. مش بياخد بياخد تشكيل بالظبط، بيبقى باين زبون الجمله. طب تمام. هنشوف ايه تاني هنا؟ عندنا الشمع واحد اهوت برده. بص في شمع الكور ده وفي الشمع اللي هنا ده ما شاء الله. بكام بقى؟ ده ب 6 جنيه و6 ونص. 6 كل الانواع اللي قدامنا ولا انواع انواع؟ كل الانواع. 6 6 ونص الاشكال اللي قدامنا دي كلها كده. في 10 شمعات؟ في 10. تمام. وفي بقى البطرمانات دي تحفه حلوه قوي. فواحات دي جميله. ايوه بكام البطرمانات؟ الفواحات دي في حاجه ب 4 وحاجه ب 7 وحاجه ب 10. اللي ورا اللي عامل زي بتاع اي كده بكام؟ ده عامل 7 جنيه. 7 جنيه حلو قوي. واللي قدامنا على طول ثلاث روايح. ده عامل 14. 14 ما شاء الله جميل على فكره حلو قوي. وعنده كمان الشمع ده برده تقدر تحطيه في حاجه زي اللي ورا دي حلو قوي. طب هنشوف ايه تاني؟ عندنا برده البرانيت ديت واللبان. بصوا بقى الشبغات بتاعت اعياد الميلاد والولاد اللي بيبقوا مجننيننا بيها، اشكال كتير جدا. كل ده كده جليتر، الحاجات اللي تحت دي كلها جليتر. انا مش عارفه هي باينه لمعتها ولا لا في الكاميرا. وفي الالوان اللي هي الالوان المتداخله مع بعضها. تمام. ده بكام الدسته؟ 36 بتبدا عندنا لغايه 72. الدسته بتبدا من 36 لغايه 72. بصوا بقى عندكم ما شاء الله اشكال كتير والوان، تشكلي زي ما انت عايزه. تمام. في كمان الاطباق بتاعت اعياد الميلاد دي بالباكت، الباكت فيها 10 تقريبا صح؟ فيها 10 دي الاطباق على المستوى. طيب بصوا ده المدور اهو، وفي مربع حجمين، ده المربع الصغير وفي مربع كبير. مدور كبير ومدور صغير. ومدور كبير صح ومدور صغير. طب الاسعار ايه بقى في دول؟ الاسعار ب 4 جنيه و5
ايه ده والله يعني العشر اطباق مع بعض باربعة ونص وخمسة؟ بس في الجملة طبعا. في الجملة ايوه يعني الجملة ياخدوا تلات باكتات اقل حاجة. طيب احنا قلنا هنا اربعة ونص وخمسة سعر الجملة هيفرق تلاتة خمسة للقطاعي. تمام. الكبير بقى ايه؟ ده الكبير المربع اهو دي اشكاله وفي المدور برضو الكبير ورا اهو برضو في اشكال منه بكام دول؟ دوت عامل 6 جنيه ونص و 5 ونص. تمام 6 و 5 ونص. بصوا ما شاء الله طبق مساحته حلوة قوي واشكال كتير بقى بصوا بجد حلوين جدا. تمام هنشوف ايه تاني؟ عندنا برضو هنا الشمع. بصوا بقى شمع اعياد الميلاد هنا بجد غير في اللي هو قلب دوت ده في جليتر كده وفي الحاجات اللي جنبه هابي بيرثداي وفي اشكال كتير وفي اللي هي معاهم شايله التورته والشمع اللي نفسك اتقطع عشان يطفي وفي الشمع اللي فوق ده برده نازل جديد حلو قوي. بصوا بجد عندهم تشكيل وفي الحاجات السيلفر وعلى جولد والوان الطيف دي تحفه ما شاء الله. بصوا ولادنا بقى بيفرحوا بالحاجات دي جدا. طيب الحاجات دي دي عامله كمان دي زي الالوان الشمع حلو قوي. طب الحاجات دي بكام؟ عندي عندنا حاجه بخمسه وحاجه بسته وحاجه بسبعه. تمام. طب اقصى حاجه فيهم 10 جنيه. اقصى حاجه 10 جنيه تمام. حاجه فيهم 2 جنيه وفي حاجات اللي عامله زي البلالين فوق دي برضو ما شاء الله جميله قوي. اقل حاجه عامله 2 جنيه مع التشكيل اللي تحت ده كمان اللي انا ما جبتوش صح. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الاشكال حلوه قوي. في كمان هابي بيرثداي دي ما شاء الله جميله. طيب دي ارقام بس بتتحط على التورته مش الشمع صح؟ كل ده شمع. لا كل ده شمع. شمع برضو. الله ده جميل قوي. انا عايز اقول لك في ارقام هنا برضو لفته نظري حلوه قوي هنجيبها دلوقتي مع بعض. تمام. وفي شمع تاني اهو بقى الحاجات بتاعت الاطفال الصغننين بتوعنا بيحبوها قوي ده ما شاء الله انت عامل يعني حيطه كامله للشمع. الله جميله حلوه قوي. وفي بوي وفي جيرل وفي هابي بيرثداي كامله كده حلو قوي. وفي اللي عليها ببرونه فوق دي برضو بصوا دي بوي وجيرل تحفه حلوه قوي الحاجات دي. وده برضو شمع كبير بقى. طب ده بكام؟ عامل 9 جنيه وتحت 8 جنيه. 9. بصوا بقى ما شاء الله عايز اقول لكم حلو قوي الشمعه كبيره قوي حلوه ودول 8 اللي هم الجنجا دول 8 ولا ده اللي 8؟ ده 8. ده كده 8 ما شاء الله الوان حلوه على فكره وحجمه كبير يعني انت هتحطيه على طرطايه كبيره كده حلو. بكام بقى الهابي بيرثداي دي؟ دوت عامل 7 جنيه. ده 7 للجمله. انت بتحطي فرق 3 5 جنيه للقطاعي. والفراشات دي بكام؟ الفراشات دي ب 12 جنيه. ب 12 حلو قوي على فكره عايز اقول لكم تحت باسعار جامده جدا دي بتبقى حلوه قوي في حفلات البنات والافراح جميله. طيب ايه تاني عندنا؟ عندنا الحروف والارقام الهيليوم بقى ب 7 جنيه. انتوا بتملوها هنا هيليوم ولا؟ اه والله. طيب هي فاضيه بكام؟ 7 جنيه في الجمله. صوره الهيليوم اهي. بصوا في بقى ال ايه؟ المجموعه فاضيه بكام؟ الحروف والارقام 7 جنيه. الحروف والارقام 7 والمجموعه؟ المجموعه دي ب 25 جنيه. بصوا ما شاء الله بقى الاشكال دي دي اشكال مجموعه كده في كلها الوان يعني انت الرصه ورا في منها الوان ثانيه في الاشكال بتاعت البوي والجيرل دي وفي هابي بيرثداي الوان وفي هابي بيرثداي كل حرف ملون في كلها لون واحد وفي كل حرف ملون واللون الواحد برضو في منها الوان الجولد والسيمو والذهبي والسيلفر والازرق في الوان كتير جدا. طيب في كمان التاج اللي ورا دي اللي هو فوق دي حلو قوي لما بتتنفخ هيليوم بقى اللي هي الحروف او الارقام اللي بسبعه بتبقى بكام؟ ما نشنش هيليوم عشان ممكن نفرق. لا لا لو انا جيت وعايزين نعمل شغل هيليوم كده مع بعض 30 جنيه حرف. ايه 30 جنيه ب 30 جنيه الحاجات المجسمه الحرف بال والحاجات الصوره دي ب 10 جنيه البالون عليها ب 10 جنيه كده بالهيليوم والله حلوه بالهيليوم عايزه بقى بالهيليوم بيعملوا 40 بقى كده يعملوا بتاع 40 حلو قوي على فكره. انت تاخدي حاجتك جاهزه على طول بس طبعا الهيليوم ما فيهوش شحن انت بقى تيجي ساعتها وتجيبي على فكره المكان سهل جدا ما يتوهش. دول ب 15 الاشكال دي بصوا بقى اللي انا بقول عليه حاجات العرايس اهو وفي حاجات اعياد ميلاد وفي حاجات ببيهات واطفال اشكال كتير جدا والكب كيكس والحاجات دي وفي بقى البالونات سبايدر مان والكيتي وبرده هابي بيرثداي والبيبيهات حفلات السبوع يعني احنا عندنا حفلات خطوبه واسبوع وفي على فكره حاجات لكاتب الكتاب وفي الاعياد الميلاد عندنا اشكال كتير جدا. دي برده زينه بتتعلق دي نظارات دي بقى الستاره دي النضاره بتاعت السبوع دي الايه؟ دي النضاره بتاعت السبوع دي النضاره بتاعت السبوع ده بكام الباكت؟ دوت عامل ب 10 جنيه 10 فيها 10؟ تمام. البالونات الهيليوم دي برضو باقي اشكالها هنا اهو. الله ده دي اللي فيها الحاجات الملونه اللي تحت دي حلوه قوي بكام دي؟ ديت عامله 7 جنيه جميله قوي
بص بقى في التواج دي احنا عارفينها، وفي باقي تشكيل الهيليوم اهو، الله، في يونيكورن، وفي الميكي، وفي كمان الكرتونات بتاعتنا موجوده ما شاء الله. طيب في كمان عندنا الستاره، الستاره بكل الوانها موجوده، في اللي هي بيبقى فيها الوان متداخله زي كده اهي، وفي بيبقى في منها كلها لون واحد زي كده، وفي بقى اللي هي بصوا تدي الوان الطيف كده. الستاره بكام؟ الستاره ب 12 جنيه عندنا. الستاره ب 12 زي ما قلنا، دي اسعار كلها جمله، اللي القطاعي بتزودي 3 5 جنيه على حسب المحل ما بيقول. طيب دي برده ستاره دباديب، دي ديت قلوب، قلوب بصوا دي قلوب ستاره، نفس السعر ولا بتختلف؟ بتختلف بجنيه مثلا كده. تمام. بصوا كمان دي عليها نجوم وحاجات، دي جديده، دي حلوه قوي. بصوا الوانها الاحمر والروز والسيلفر والفوشيا والاخضر والازرق والذهبي، الوانها حلوه قوي. طيب ودول ايه؟ دي بقى من المثلثات اللي هي الفروع، فرع زينه برضو زي هابي بيرثداي بس ليه اشكال. بكام الفرع؟ 7 جنيه. ب 7. عايزه اقول لك اسعاركم ما شاء الله حلوه قوي واشكال كتير. في كمان اهو للبيبيهات، في للاطفال وفي للبيبيهات، حلوه قوي ما شاء الله. حالات حفلات ولادنا، النضارات دي ورق، المسكات، ايوه 5 جنيه، كارت في 6، دول كده ورق اول صف وثاني صف. تمام. دول بقى اللي هما ما بيجرى لهمش حاجه. بص ده جميل قوي على فكره، في اشكال بقى. طيب اللي هو احنا واقفين اول صفين جليتر تحت بعض، ده او ده الباكج فيه قد ايه؟ في واحده. تمام، حلو قوي على فكره. بصوا كمان ان المشابك دي بقى تقدري في اوضه ولادك تعلقيها كده بحبل، اللي هو الخيط مش عارفه اسمه، شتر حلواني، الستين، ايوه، وتحطي فيها صور، بتبقى عايزه اقول لكم بتبقى تحفه حلوه قوي قوي. بتحطيها مع فرع نور مثلا، وتنزلي بين الفوارغ اللي بين اللمبه واللمبه، بتحطي صوره، فكرتها تحفه وحلوه قوي. في زي كده الوان، الكيس فيه كام مشبك تقريبا؟ 50. حلو قوي. فين؟ جميل على فكره قوي. تمام. في بقى كمان اسمها ايه؟ زماره. لا كان اسمها حاجه تانية. بص دي عايزه اقول لكم حلوه، كل ولادنا بيحبوها، بيروشونا بيها. دي اسمها ايه؟ اسمها عفريت الست، عشان كده سموها عفريت الست. عفريت الست اتاريني مش فاكراها. بكام دي؟ 5 جنيه. بخمسه، فيها 5. ها تمام. ودي زيها ولا دي حاجه تانية؟ نفس السعر يعني. تمام. بصوا بقى التواج دي تروش ولادنا كده لما تجيبيها، ما شاء الله حلوه قوي جميله. دي كلها بتدي الوان كده، في منها الاصفر والازرق والاحمر والفوشيا. طيب عندنا ايه تاني؟ تبقى في الحاجات البلالين كمان، في اللي هو انا بقول لكم عليها عروسه، دي ممكن جدا لخطوبه وممكن لدخله، والولد نفس الحكايه، تعملوا اتنين كده ما شاء الله حلو قوي. احنا عندنا كمان تشكيل بلالين ما شاء الله جميل قوي، عندنا اكياس فيها 100 بالونه، تفرق خامه البالونه من الكيس للكيس. بصوا اصل انا شايفه اكياس مكتوب عليها 100 لون واحد، وفي اكياس مكتوب عليها 100 ملونه. في بالونات بتبقى مط، وفي بالونات بتبقى زي الكريستال كده. طيب الاسعار ايه بقى؟ اديني فكره كده. كيس البالونه عندنا ب 32 جنيه في 100 بالونه. كيس البالونه ب 32 في 100 بالونه، خامتها حلوه؟ كل اللي فوق ده الخامه الثقيله. تمام. المط والميتاليك ده. المط والميتاليك، تمام. طيب ايه تاني عندنا؟ بصوا الالوان والبينكات والفوشيا، بصوا في فوشيا وفي بينك وفي موف وفي بيبي بلو وفي الاحمر وفي الاكوا، وفي بقى كيس زي كده اللي انا بقول عليه مشكل اهو. وفي بيج وفي ذهبي. بصوا بقى الحاجات المرسومه كمان. طيب المرسوم ده بكام؟ ده برده 100 بالونه. 5. ده مكتوب عليه كل عام وانتم بخير، وفي ده عليه ورود واشكال حلوه قوي، ده برده الشفاف ده، ده 35. تمام. طب ودي؟ ده بالون مكرونه بقى اللي هو معاه المنفاخ، في اللي معاهوش منفاخ وكده. اللي معاه المنفاخ بيبقى فيه كام واحده الاول؟ 100 برضو. طب اللي معاه المنفاخ بكام؟ 30. 25 و 30. بصوا اشكال بجد، ده بالون بقى اللي هو الكروم اللي بيلمع قوي، ده 50 بالونه. بصوا 45 جنيه. 50 بالونه ب 45 جنيه، دول اللي هم المتعلق اللي بيلمعوا جدا، كل الشغل ده كده على فكره. اهو البالون الكروم. حلوه قوي. بصوا لميتها ما شاء الله تحفه جميله. برضه في الكيس بيبقى لون واحد ولا بيبقى كيس مشكل؟ في ميكس اهوت، وفي فين الميكس؟ في ميكس اهو. ده الوانه جميله، ده حلو. تمام. قلنا الكيس بكام؟ 45. ب 45 في 50 بالونه، واللون الواحد نفس السعر؟
تمام ما شاء الله، حلو قوي. برضو في هنا جميلة قوي، عجباني دي. اه بكام دي؟ 10 جنيه. ب10. بصوا ما شاء الله حلو قوي. دي بلالين بلالين ولا الحاجات اه بالون بالون ده فيها كم واحدة؟ 5 شفاف فيهم ترتل، لون البالون التاني و5. اه حلو الموضوع ده على فكرة. تمام انت روشتني بصراحة، روشتني. اه الله، بص اللون ده تحفة. اه قلت 10. بص الموف كمان بتاعها تحفة، حلو قوي. والجولد، الحاجات دي بقى في مناسبات، في اعياد ميلاد، في خطوبه، في كتب كتاب، كل الشغل ده بجد مناسب معاكي في الحفلات دي جدا. عايزه اقول لكم في حاجه هنا كمان حلوه قوي برده، مناسبه جدا للحفلات، هوريها لكم. دي اللي هي مضيئه. اه بصوا دي المضيئه حلوه قوي. بكام دي؟ 9 جنيه. ب9. تمام. في برده الحاجات دي كده 5 جنيه بقى. اه اي حاجه من دول ب5. فيها 10 تقريبا. اه فيها 8. فيها 8. تمام. واللي هو الصاروخ ده، اه ده النانسي بقى اللي بتطلع شرار. اه ده 3 مقاسات، ب4.5 و5 و6. الواحد الصاروخ الواحد. تمام. بصوا 4.5 و5 و6. طبعا بتعرفوا الاسعار القطاعي مع الوزينه بتاعتنا القديمه بقى اللي احنا نعرفها، ما بنستغناش عنها برده في بيوتنا ما شاء الله. 3 جنيه و4. وفي كبيره قوي اهي برده. تمام. عندنا بالون برده العصايه دوت. اه في البالون اللي بتبقى بالعصايه بتاعتها دي. بكام دي؟ فيها 5 ولا 4؟ 7 جنيه. ب7. فيها تقريبا 5. تمام. لا فيها 7. فيها 7. تمام. بصوا بقى دي البراويز ويلكم، الحاجات اسمها ايه؟ الفريم. الفريم بتاع ايوه الخطوبه والسبوع وعيد الميلاد، بتاع السبوع والخطوبه واعياد الميلاد زي ما احنا بنقول. بصوا ده تحفه، حلو قوي، جميل ما شاء الله. وفي بقى دي كمان، وفي كده، وفي اشكال كتير. طيب في لو حبينا تصميم معين بتعملوه؟ والله طب حلو قوي. يعني انت لو عايزه حاجه لكاتب كتابك مش شرط تقول لهم تصميم، بس تقول لهم عايزه حاجه لكاتب كتاب، هتلاقيهم بيتواصلوا معاكي ويدوكي كل التفاصيل بتاعتها. دي بقى اللي هي اخت العروسه وخالة العروسه، الحاجات اللي نازله ترند دلوقتي، الاسوره. ايوه. ودي ايه؟ فرع الهابي بقى والكام بيبي وفرع الخطوبه. اه مش هبقول لكم بقى هنا الحاجات بتاعت كاتب الكتاب والدخله وكل مشاريع الاونلاين على فكره هنا مناسبه جدا. عندك افكار كتير قوي قوي، حطي على، خدي الصور وحطي على الجروب بتاعك وصوري ونزلي الشغل بالاسعار. احنا بنقول دي اسعار الجمله. الله تحفه تحفه تحفه، حلوين جدا. ايه قول لي؟ 9 جنيه. ايه القرد اللي حاطط روش ده؟ 9؟ كلهم 9؟ اه اغلبيتهم، بس في واحد في صغير حجم الصور اللي عامل 8 جنيه. حجمه الصغير فين؟ اعرفه ازاي؟ مفيش منه كتير. هو ما شاء الله انا شايفه كله حلو يعني. طيب لا اللي هو بشعر ده قلنا بكام؟ ب9. 9 الفرق. واللي من غير شعر؟ لا المسكوت ده بقى بتبدا من 6 و7 الحاجات دي اللي هو المعروف قوي ده. تمام. وفي بقى الحاجات التانيه اللي زي كده. طيب بصوا ما شاء الله انا عايزه اقول لكم اشكالهم حلوه قوي، جميله ما شاء الله. ارينا الفاتحه او خلصانه بمأذون، كلاكات اول كلاكات، كلاكات اول واخر مره، وخلصانه بجوازه. بجد بجد يعني عاملين تقليعه حلوه قوي ما شاء الله. ودي بتنور؟ اه ده ماسك بس ليه ودان كبيره. اه بصوا الفوشيا في يعني الولد والبنت بكام؟ ب7 جنيه. 7، حلو قوي. طب الحاجات بقى اللي احنا مشينا عليها وقلنا سعرها دي؟ دي عامله 14 جنيه. 14. بصوا بقى الحاجات دي كلها مناسبه جدا للخطوبه. اه وبصوا قرايه الفاتحه وكاتب الكتاب، وانت لو عروسه وبتزيني بيتك في دخلتك، بتزيني شقتك، برده الحاجات دي كلها مناسبه جدا. البالين الهيليوم دي كلها مناسبه جدا. بيبي بصوا بقى، يعني بيبي في الباي وفي الجيرل اهو هنا. مسترات الفوم دي 13 جنيه. حلو قوي. وفي بيبي برده في هنا اهو. في انتوا مهتمين بالبوي قوي على فكره. اه والله بصوا انا فرحان النهارده اسبوعي، ما يعرفش اللي مستنيه. بصوا بصوا دي جاره اهي جميله قوي. بصوا بقى جنبها على طول البوي، مش عارفه ليه كده. بصوا اتس بوي ويلكم بيبي، بجد كلها حاجات حلوه قوي. ده كده بالنسبه للجزء الخاص بالسبوع. في كمان بتاعت اعياد الميلاد، في هابي بيرث داي اهو سنو وايت، وفي ميكي، وفي البطوط، وفي سبايدر مان، وفي اليونيكورن اهو اليونيكورن. تمام. و بصوا دي حاجات الخطوبه، دي حاجات الخطوبه وكتب الكتاب والجواز كمان مناسبات بقى. اه وفرحي يعني انت بس تعيشي مع نفسك. بكام الحاجات دي؟ دي الاستيكر جمله عامل 13. 13 حلو قوي على فكره. بيتباع بره ب 20. وقرينا اه قرايه فتحتي يعني. بصوا بصراحه وفي ده ايه ده؟ عيد الاضحى كمان ما شاء الله حلو قوي. اه كله ايوه. اه مش سايبين حاجه ما شاء الله. احنا جبنا الخروف هنا ما شاء الله حلو قوي. يعني اي حاجه في دول قلنا بكام؟
13 13 في كل الشغل اللي احنا شفناه حتى في السبوع وفي كل الشغل ده. الكتات دي برضو دي جبناها. بص بقى الشغل ده حلو قوي. هابي بيرث داي وايه دي وان. بص بقى الارقام هنا كل الارقام بالالوان بتاعتها وعلى فكره حجمه كبير وبيلمع. ده مش شمع ده انت بتحطيه على التورته حلو قوي. ده بكام ده؟ دوت ب 12 جنيه. ده ب 12 والهابي ب 14. دي اسعار الجمله. اسعار الجمله تمام. والهابي هابي بيرث داي ب 14. طبعا احنا زي ما قلنا بيفرق 2 3 جنيه من الجمله للقطاع. وفي بقى الحاجات الستانات دي اللي بتربطي بيها البلالين وبيتعلقي عليها حاجات كتير جدا. في المنفاخ اللي فوق بكام المنفاخ ده؟ المنفاخ ده ب 190. ده اللي هو بالكهرباء. تمام حلو قوي. وفي كمان المنفاخ اليدوي في نوعين انا شايفه. ده بكام وده بكام؟ في حاجه ب 10 وفي حاجه ب 11 حاجه ب 12. 10 و11 و12 تمام حلو قوي. ده ال اسمه ايه الدبل فيس؟ تمام. دي بكرات صغيره. تمام. ايه الفرق بينها وبين ده؟ الفرق اللي دوت ممكن بيسيب علامه في الحيطه. اللي هو الاحمر ده؟ ده ما بيسيب عني انا اللي بيسيب علامه في الحيطه ده. طب ده بكام وده بكام؟ دوت نفس السعر دوت برضو. ده الدسته ب 60 وده ب 60 برضو. القطعه بتبقى واقفه ب 5 جنيه في الجمله. تمام. ده الدسته ب 60 وده الدسته ب 60. القطعه بتبقى واقفه ب 5 في الجمله. طبعا قطعي زودي براحتك. ايه دي بقى؟ ديت حضرتك شمع الكترونو. بس حاجه كويسه برضو حاجه انتيكا على شكل لنطه الجاز كده. ايه القمر ده حلو قوي. وفي منها الوان كتير. الازرق والله. ايوه دي بكام؟ ديت ب 23 في الجمله. 23 حلو قوي. عايزه اقول لكم ما شاء الله جميله. وزي ما قلنا في الصواريخ بتاعتنا دي برده موجوده. بصوا في منها الوان كتير جدا. والستانات احنا شفنا منها الابيض. في منها كمان الالوان. وفي الطربوش بتاعنا بكام؟ الطربوش بتاعنا دوت ب 23. طربوش محمد علي. محمد علي اصلي يعني. طربوش محمد علي اصلي. تمام. والحاجات الالوان بقى والدوت ب 10 جنيه مستورد. واللي فوق ده ب 5 في الجمله. واللي فوق ب 5. الاسعار دي اسعار جمله. طيب في كمان المعالق زي ما عندنا الاطباق عندنا المعالق وعندنا الشوك وعندنا الشاليمو وعندنا كمان كوبايات. طيب نقول الاسعار سريعا كده. المعالق والشوك. المعالق والشوك 4 جنيه في الجمله. 4 جنيه. والشاليمو ب 12 وب 11. ب 12 وب 11. والكوبايات. والكوبايات ب 5 جنيه في الجمله. الباكت فيها قد ايه؟ الباكت فيها 10. تمام. بصوا في اشكال كتير جدا. ديزني بقى. الحاجات دي بتنفعك جدا لو في اعياد ميلاد يعني بتسهل عليك الدنيا. وفي الشمع ده بتاع السبوع. تمام. انتوا جايبين كل حاجه. ده الشمع ده بتاع السبوع ما شاء الله. الباكت فيها النور لما يقطع برضه. والنور لما يقطع. ايوه ما بقاش يقطع كل حاجه. تمام. طب ده كده بكام؟ دوت الباكت ب 5 جنيه في الجمله. الباكت اللي هي الباكت دي. تمام. كيس. الكيس ده كده ب 5 في الجمله يعني ب 60 الدسته. الدسته ب 60. تمام. وفي كمان المناديل بتاعه الاطباق اللي بتتحط جنب الاطباق. تمام. وفي ده ايه ده؟ شمس وقمر. دوت شمس وقمر. شمس بكام العلبه؟ 7 جنيه العلبة. 7 جنيه. الكيس ب 7. تمام. ايه تاني عندنا؟ التوج بقى بتاعت 7 جنيه. المعدة المغذية 60. ايوه. كل التوج. كل دول دي توج معدن مكسية ستان كلها هابي بيرث داي واشكال. في القطة اللولو ديت وفي الميكي وفي عيد ميلادك احلى عيد وسنة حلوة يا جميل. بصي انت ممكن تجيبي لبنتك حاجة مميزة وتجيبي لاصحابها حاجات بقى تبقى يعني عيد ميلادك احلى عيد دي تبقى لاصحابها مثلا وهابي بيرث داي ليها. انت هتعرفي تشكلي مع نفسك قوي قوي. بكام دول؟ 7 احنا قلنا صح؟ بنسى. 7 جنيه برضه اللي مكتب. بصوا دي برضه جميله قوي. دي برضه ب 7 معانا. حلو قوي. دي بقى اللي انا بقول عليها. دي ماشيه معاكي في خطوبه، ماشيه معاكي في عيد ميلاد، ماشيه معاكي في عيد عادي الناس اللي بيحبوا يحطوا زينه في العيد. بصوا ماشيه معاكوا في كل المناسبات، مش هتقول لك لا. ده ستاند بلالين كنت شايفينه. تمام. هو فين؟ هو موجود بره على السلم. طيب هوريه لكم وهو محطوط فيه البلالين. بصوا ده ستاند بلالين بتحطيه، ممكن تحطي فيه البلالين عاديه وممكن تحطي فيه البلالين كمان اللي بتنور على فكره. تعالوا نشوفها كده. بصوا البلالين اهي زي ما بقول لكم. بصوا ممكن تحطوا فيها البلالين العاديه ممكن تحطوا فيها البلالين اللي بتنور. الستاند 7 قطع والتاني ده 11 قطع. ايه ده في تاني اهو؟ 7 و11 بكام؟ ال7 احنا بنبيعه من غير البلالين، انت بتجيبي البلالين. ال7 بكام وال11 بكام؟ 7 ب 22 وال11 32. تمام. في عندنا كمان التراتير بقى واقف ب 2 جنيه. الله في اليونيكورن كمان ده تحفه حلو قوي. انت بتيجي وتشكلي بقى. عايزه اقول لكم في الوان كتير اهو.
وفي اشكال كمان ما شاء الله حلوه قوي. في برضو اهي الكاوبوي، حاجات مكتوب عليها هابي بيرث داي، وفي الاميرات، وحاجات كتير جدا. الحاجات بقى بتاعه الفرفشه بتاعتنا دي، في حفلات مدارس، في حفلات اعياد ميلاد، في خطوبه، فبصي في اي حاجه برضو ماشيه معاكي بكل الالوان بتاعتها دي ما شاء الله. 7 جنيه ده الكارت عليه 2 ب 7 جنيه. طيب حلو قوي ما شاء الله، بصوا الوانها كتير جدا. بقى الفروع دي كده 36 جنيه الدسته، اي حاجه من اللي فوق واللي ورا ده. الدسته ب 36، تعالي شكلي بصي. الله ده حلو قوي، ده 66 بقى، ده ب 66. بص ده عليه فيونكات حلو قوي، اشكال كتير. وفي بقى اللي هو فوق ده كده بصوا، وفي برده كده في اللي فيه نجوم ده زي اللي فيه فيونكات 66. تمام بصوا، انتوا ليكوا صفحه فيس او لينك تليجرام او كده؟ تليجرام والفيس والانستجرام وقناه يوتيوب. بصوا تمام، هسيب لكم كل التفاصيل وكل حاجه عنهم في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، وطول ما الفيديو شغال بسيب لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع المحل مباشره.